انا ممكن امشي بيك. لا طب وده الورد ده؟ بص انا هعمل الورد ده مربى. يا مربى؟ اه امال ايه؟ زي مربى مربى مثلا الفراوله، مربى التين الشوكي. ما فيش مربى التين شوكي، اعصره شوكي يعني. مربى ورد بيبيعوها في الفرطمانات. فرطمانات؟ اه بيبيعوا مربى يعني؟ انت عايز تستغله وخلاص. اه ما ده المفروض يتشم يا عم. ليه وانا مدمن ياض؟ ايه اللي مدمن يا عم؟ حرام عليك تعمله مربى. لا يا بالعكس ياض، يتعمل مربى وبيع هنا للزباين. اعمل مربى الورد. هو ضاع كده كده. اعمله بس. مربة. عايز ايه عشان يبقى مربى ده؟ عايز ايه المسكين؟ اطحنه وارمي عليه سكر بقى مربى ورد. ارمي عليه ايه؟ فهمتك، هجيب كيس سكر يا عم. ليه يا كيس سكر ياض؟ امال ايه؟ هنعمل ايه بالكيس كله؟ انت تجيب سكر صوابع. سكر صوابع؟ اه ده بطاطس ده ولا ايه؟ لا يا إيه، ما في بتبقى اكياس سكر كده اهو صغيره. ها. اكياس ورق كده فيها شويه سكر، دول بيبقوا 20 جرام. الاكياس الطويله بقى المطوله الصوابع دي بتبقى 35 جرام، يعني كل 10 اكياس من دول 350 جرام. في ثغرس البخل والله. ما شاء الله ما شاء الله، انت هاوي البخل يعني، حبه مش كده. امال ايه؟ مش الظروف جبراك الصوابع دي يا ده وسكر ايه؟ بيبقى خشن كده ويعيش. يعيش في الكوبايه يعني ما يدوبش كله. عشان ممكن تشرب فوقيه كوبايه ثانيه. الله اكبر. ماشي ابقى اجيب لك يا شعر. عند عمك بيبقى عنده اللي هي سكر الصوابع ده. عند عمي اسرق يعني من عند عمي سكر؟ انا هطلب منك تسرق من اخويا اهبل؟ بصراحه لا يعني، بس ازاي اجيب من عند عمي؟ ما هو ياد عند عمك في ناس بييجوا يشربوا مشروبات ساخنه. يقول لك مثلا عايز واحد كربانشينو. لا ما حدش بيقول الحاجه دي. اللي بيقول كده ده بياخدوه على العباسيه، مفيش حاجه اسمها كربانشينو. ده ايه كربانشينو؟ كربانشينو هذا اللي عامل زي القهوه باللبن بس بيستهبل. ايوه فهمتك ماشي. ما تقولش اسم واحد طلب مشروب. وبيبقوا منزلين معاه ثلاث صوابع من السكر دول. هو بقى استغفر الله العظيم يبقى عامل دايت. واخد بالك؟ استغفر الله العظيم. فبيشربوا ما يستخدمش السكر ولا ياخده في جيبه وهو ماشي، يسيبه يرموه في الزباله. فانت بقى هات السكر ده وتعالى لي. انت عايزني اسيب اللي ورايا واللي قدامي واقعد في لوكنده عمي لحد ما يجي واحد استغفر الله العظيم عامل دايت يطلب كرمانشينو ده وينزل السكر يقول له لا عامل دايت، فاخد انا السكر واجيلك صح؟ لا بس مش من واحد، من 10 انفار. اجيلك وانا كبير يعني، اعيش انا عشان الم لك سكر صوابع. جدع يا من عينيا يعني. وهبقى اديك حته من مربى الورد. حته ماشي يا عم. بس انت ايه اللي جابك دلوقتي يعني يا عم؟ ايه اللي يوقفك بنفسك؟ ايه اللي وقفني ايه؟ لوكنديتي. بس يعني مش انت اللي بتقف هنا يعني؟ في الريشيبسن يعني؟ في الايه؟ في الريشيبسن. شيبسن بالملح. ايوه. يا باص الواد هدهد الليكعي بعته مشوار يا سيدي بغاية الشرقيه، بقاله ربع ساعه ما جاش لغايه دلوقتي. ربع ساعه وما جاش؟ لا ده احنا لازم نبلغ بقى. لا استنى عليه يومين. لا بقول لك ايه يا عمي، هقف انا مكانك يعني ما يصحش برضه. تقف مكاني؟ عشان تجي لي اخر اليوم وتقول لي عايز يوميه ان انا وقفت مكانك وهات جنيه وربع. جنيه وربع؟ مش هقول انا جنيه وربع. لا انا هقف كده لان يعني مالك هو مالي. ايه ما اقصدش والله. ايه مالك هو مالي ده؟ مش قصدي مالي هو مالي. أيوه. مالك انت مالك يا ايوه. زلك لسان بس ما تزلش لسانك لحد يا ادو، وخليك حريص وانت بتتكلم معايا وخصوصا في الفلوس. حاضر يا عم. انا قصدي يعني مين اللي هياخد باله من مالك بعد ما تموت قريب ان شاء الله؟ ايه يا دي الملافظ دي؟ يا دي الملافظ الساعه.